يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل الزواج نصف الدين؟ وإذا كان كذلك فادعو الله لي أن يرزقني زوجة صالحة. الزواج نعم نصف الدين كما في الحديث، لأنه يكف الإنسان عن المحرمات، ولأن الزواج فيه مصالح، فيه إنجاب الذرية، وفيه إعفاف الفرج، وفيه القيام على المرأة وصيانة المرأة، فيه مصالح عظيمة في بناء المجتمع. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة.